تمام يعني خلينا نبدا بالشعار اللي منظمه الصحه العالميه اطلقته بمناسبه اليوم العالمي لا ضرر ولا ضرار يعني اهم حاجه في سلامه المرضى ان احنا نبقى عارفين هو الضرر جاي منين وازاي نقدر نتجنبه على قد ما نقدر <applause> السنه دي بالذات وطبعا اليوم العالمي مش مش قديم احنا ده الخامس مره بقى له خمس سنين فقط السنه دي الشعار يتضمن حاجه مهمه جدا اشراك المرضى في السلامه يعني احنا دايما بنتكلم ان المنظومه الصحيه هي المفروض تاخد اجراءات اعلى في السلامه نحاول ان احنا نقلل الضرر على قد ما نقدر ولكن وجدوا ان في الاخر الموضوع ده صعب من غير اشراك المرضى في القرار <applause> خليني اقول لحضراتكم ايه اللي خلى اليوم العالمي ده اصلا يطلع يعني من خمس سنين ان في الاحصائيات وجدوا ان عشرة من كل مية شخص بيتعرضوا لضرر وهم بياخدوا خدمة صحية بدل ما يتحسنوا الضرر يبقى أزيد العشرة دول منهم خمسة كان ممكن بسهولة تجنب الضرر ده منهم ثلاثة الضرر بسبب دواء ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هنتكلم على ثلاث أشخاص كان ممكن نتجنب الضرر تماما لو خدوا الدواء صح زي ما تفضلتوا في المقدمة كده يا إما إن حد بياخد الدواء اتكتب له غلط عشان التشخيص غلط يا إما اتشخص صح وخد الدواء بطريقة خاطئة يا اما خد الدواء وخاف وكرره وهو مش المفروض يكرره او قرر بتاع جاره او صاحبه او ده انا على فكره <applause> مش بتاع جاره وصاحبه لا اللي هو الروشته بتاعت القولون مثلا نفعت مره اه فهي بقى انا سبت روشته على جنب كده وصورتها بالموبيل عشان لو ضاعت وكل بقى ما بطني توجع انزل اصرف نفس الروشته اه هي اوقات هتنفع اه لو كان هو حاجه كرونيك يعني حاجه مزمنه وهتكمل آه. لكن آه في امراض كتير عندها نفس الاعراض فبالتالي الموضوع هنا ما بقاش يعني مماثل لنفس الدواء فاحنا نرجع تاني لفكره اشراك المريض ودي بقت مهمه قوي لان منظمه الصحه وعموما كل شركات الادويه والمنظمات الصحيه اطلقت لسلامه المريض ما يسمى باليقظه الدوائيه فارماكو ايه اليقظه الدوائيه ان احنا كلنا نبقى اوير عارفين يعني ايه دواء ايه الضرر اللي بيجي من الدواء ولو حصل اي ضرر ازاي اعرف ابلغ عن الضرر اللي حصل <applause> ده مهمه جدا للمرضى احنا كام حد فينا بياخد دواء ويحس إنه هو جاب له اثار جانبيه ابتدى يجيله مثلا صداع من الدواء مغص مرضى كتير جدا بيحصل لهم كده ايه اللي يخلي المنظومه تاخد بالها ان الشخص نفسه يبلغ, يبلغ. <applause> لكن لو ما بلغش هيفضل دايما المنظومه مش عارفه <applause> ان في اصلا مشكله في الدواء